أنني أعلن أمامكم وأمام العالم أجمع، لأنه لم نعد أمامنا حلول، فالحل الأمثل اللي بنعمله، وأمام شعبنا الفلسطيني، أنني قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وسوف أعمل بكل طاقتي لكي نكون جميعاً مع شعبنا لوقف هذا العدوان الهمجي، حتى لو كلفنا ذلك حياتنا. فليست حياتنا بأغلى من حياة أصغر طفل من قطاع غزة أو من الشعب الفلسطيني. كما أدعو مجلس الأمن صاحب 80 قرار غير منفذة إلى تأمين وصولنا إلى قطاع غزة، مش طالبين من وقت منك، وصلنا لقطاع غزة، وسوف تكون وجهتي القادمة يعني بعد قطاع غزة بإذن الله تعالى، بعد تحقيق ذلك القدس الشريف، نذهب للقدس الشريف عاصمتنا الأبدية.